بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم المحاضرة رقم 29 من سلسلة محاضرات تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر. في هذه المحاضرة سنتحدث عن منظمة التحرير الفلسطينية من حيث نشأتها وتطورها، كيف نشأت منظمة التحرير وكيف تطورت. طبعا بدنا ننتبه انه الهيئات التي مثلت، الأجسام التي مثلت الشعب الفلسطيني وكانت بمثابة قيادة له، كان في عندنا لجنة تنفيذية للمؤتمر الوطني الفلسطيني أو المؤتمر العربي الفلسطيني كان يسمى أحيانا في العشرينات، وظلت 34، مظبوط صح؟ ثم بعد ذلك اللجنة العربية العليا اللي تكونت في فترة الثورة، بداية ثورة 36، ثم بعد ذلك إعادة تشكيل هذه اللجنة بعد الحرب العالمية الثانية وتسميتها الهيئة العربية العليا، وهذه ظلتها مستمرة الهيئة العربية العليا. بعد ذلك منظمة التحرير الفلسطينية التي تأسست عام 64، يعني لم تكن هي أول جهة قيادية تمثل الشعب الفلسطيني وتقوده وتتحدث باسمه وتنظم موارده من أجل بناء بناء الوطن أو تحرير الوطن بشكل عام. هذه بالنسبة كمقدمة أو تهيئة، ليست هي أول جهة. فلسطين كانت ممثلة في جامعة الدول العربية منذ إنشائها عام 1945. في البداية مثلها موسى العلمي من عائلات القدس، موسى العلمي، ثم بعد ذلك أحمد حلمي عبد الباقي. أحمد حلمي عبد الباقي هذا اللي هو رئيس حكومة عموم فلسطين، تعرف أنتوا اللجنة الهيئة العربية العليا قبل ما الصهاينة يعلنوا عن قيام دولة الاحتلال، دولة إسرائيل، كان الحاج أمين الحسين يريد أن يعلن استقلال فلسطين، يريد أن يعلن استقلال فلسطين، الدول العربية رفضت. أعلن الصهاينة عن طبعا ما يسمونه استقلال، وهو احتلال واغتصاب لأرض فلسطين في حقيقته وفي جوهره. بعدها بفترة أعلن الحاج أمين الحسيني عقد مؤتمر وطني وأعلن عن تشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي، وبقي في رئيس حكومة عموم. طبعا قعدت لها شهرين في فلسطين، هان الدولة المصرية أخذتها وكله أخذت أحمد حلمي عبد الباقي، والمكاتب وكل الأرشيف اللي موجود والأدوات، ونقلتهم على مصر، ولم يسمح لحكومة عموم فلسطين أن تقود الشعب الفلسطيني وأن تتحدث باسمه. والضفة الغربية كانت تابعة للأردن، وقطاع غزة كان تابع للإدارة المصرية والحكم المصري بشكل عام. أحمد حلمي عبد الباقي هذا اللي هو رئيس حكومة عموم فلسطين أصبح ممثل لمنظمة للشعب الفلسطيني في جامعة الدول العربية إلى أن توفي عام 1963. بعد ذلك الدول العربية لم يستشيروا، الدول العربية لم يستشيروا الحاج أمين الحسيني بصفته رئيس الهيئة العربية العليا، ولم يستشيروا حكومة عموم فلسطين التي لم يبقى منها عمليا أحد سوى أحمد حلمي عبد الباقي ومجموعة من الموظفين الإداريين معه، وعينوا بالذات مصر أحمد الشقيري. أحمد الشقيري شخصية فلسطينية عظيمة جدا، أحمد الشقيري شخصية فلسطينية عظيمة جدا جدا. هو كان على خلاف مع الحاج أمين الحسيني، وهذه الخلافات تحصل بتصير، يعني عينوا. وطبعا نقول هذا الرجل أحمد، هو كان محامي أحمد الشقيري. بعد 48 كل الدول العربية استفادت من خبرته في العمل الدبلوماسي والعمل القانوني على الساحة الدولية، ومثل العديد من الدول العربية وقدم استشارات للعديد من الدول العربية في تلك، يعني في الأمم المتحدة وفي المؤسسات الدولية، يعني حتى مصر اللي فيها كفاءات وفيها إمكانيات أيضا استفادت من خبرة هذا الرجل في تلك المرحلة. تم تعيينه ممثل لفلسطين في جامعة الدول العربية. وطبعا في هذه المرحلة
عندنا مرحلة الخمسينات برز التيار القومي كما تحدثنا، وبالذات التيار الناصري، وكان في حركة القومية العرب اللي عدد من مؤسسيها وعلى رأسهم الدكتور جورج حبش الذي كان المؤسس الرئيسي ورئيس هذه الحركة. كان في يعني في الخمسينات مد قومي واسع جدا وكبير وعريض بشكل كبير، لدرجة أن هنالك شعار رفعه القوميون وتبناه الفلسطينيون أيضا. الشعار بيقول الوحدة طريق العودة، يعني وحدة العرب هي طريق تحرير فلسطين، وحدة العرب هي طريق تحرير فلسطين. وعندما حصلت الوحدة بين مصر وسوريا وتشكلت الجمعية العربية الجمهورية العربية المتحدة في 58، طبعا زاد من أسهم يعني الوحدة العربية. وعندما عقد جمال عبد الناصر صفقة الأسلحة من تشيكوسلوفاكيا أيضا زادت شعبية عبد الناصر والقومية العربية. وعندما أمم قناة السويس، يعني في مجموعة من الأحداث الكبرى، وكان جمال عبد الناصر بيدعم الثورات وحركات التحرر في الوطن العربي، فهذا زاد من تعلق الشعوب العربية ومن ضمنها الشعب الفلسطيني بالعرب وقدرتهم على تحرير فلسطين، وعول عليهم كثيرا. لكن مع نهاية الخمسينات وبداية الستينات سقطت الوحدة العربية من مصر وسوريا، في صار في تراجع. الجزائر استقلت عام 1962 قبل أن يتحرر العرب، يعني الشعب الجزائري لم ينتظر وحدة العرب حتى يتحرر من الاحتلال، لا، بجهوده الذاتية استطاع أن يحقق الاستقلال، استطاع أن يحقق. فبدأ في أوساط الشعب الفلسطيني تنشأ تنظيمات ومجموعات عسكرية في كل أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، بدأت تحركات، الشباب ينظم نفسه من أجل العمل لصالح تحرير فلسطين، لأن الدول العربية شايفة هذا الحراك، وكمان إسرائيل بتهدد، تقصف في أكثر من مكان، وعندها مشاريع استراتيجية لتحويل مياه نهر الأردن بحيث تستفيد هي وحدها من هذه، والدول العربية تتطلع. فبدأت الدول العربية تفكر في إنشاء كيان معنوي للشعب الفلسطيني. هذا الكيان المعنوي يمكن أن يعني يحتوي كل التحركات الجديدة التي تبرز في الساحة الفلسطينية في مختلف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وكمان ترفع العتب عن الدول العربية إنه هاي في حدا بيمثل الشعب الفلسطيني وبيقوده وبيتحمل المسؤولية على ذلك. فكلفوا أحمد الشقيري اللي هو ممثل فلسطين بعمل دراسة إنه تشوف لنا إمكانية تشكيل كيان. أحمد الشقيري كان ذكيا وكان قادرا أيضا بشكل يعني كبير من حيث ثقافته، خبراته، إمكانياته المختلفة. فراح أحمد الشقيري عمل 30 جولة في مختلف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وعقد مؤتمر في القدس، وفي هذا المؤتمر أسس منظمة التحرير الفلسطينية. قالوا احنا بعتناك تستطلع وتستكشف، رجع لهم منظمة جاهزة بقيادة جاهزة. وأنا أستطيع أن أقول لكم أنه كل الأشياء التي تفاخر بها، أو أغلب، بلاش أقول كل، أغلب الأشياء التي تفاخر بها منظمة التحرير الفلسطينية وضع أسسها أحمد الشقيري، وضع أسسها يعني مركز الأبحاث اللي كان مفخرة على مستوى، لكن طبعا بعد ذلك لم يعد قائما تقريبا، يعني أسسه أحمد الشقيري. الصندوق القومي الفلسطيني ونظام الجباية الذي أيضا أحمد الشقيري هو الذي أسسه. طبعا جيش التحرير الفلسطيني تم يعني انحل بعد
بعد الاحتلال الإسرائيلي عام 67 أحمد الشقيري هو الذي يعني أسسه بشكل رئيسي وبشكل كبير جدا. قلنا أنه بتكليف من جامعة دول عربية خرج لكي يعمل دراسة، لكنه عاد إليهم و يعني أسس هذه المنظمة ووضع دستورها اللي هو الميثاق القومي الفلسطيني، الميثاق القومي الفلسطيني. في كان بعض الجهات مثلا زي الأردن على وجه التحديد، الملك الأردني كان معترض لأنه الأردن ضمت الضفة الغربية، ضمت الضفة الغربية، فبالتالي لا تريد لأي جهة أخرى أن تعمل في الضفة الغربية. أحمد الشقيري طمأن الأردن وقال لهم الذي نريد أن نحن لا نطمع أن نسيطر على مناطق هي تحت قيادات عربية، نحن نفكر أن نحرر المناطق الواقعة غرب الضفة الغربية وليس الضفة الغربية. يعني المؤتمر طبعا اللي انعقد من 28 مايو إلى 2 يونيو 1964، يعني قدرة الشقيرة على الإقناع عالية. أحضر الملك حسين لكي يحضر هذا المؤتمر في القدس وألقى يعني كلمة في افتتاح هذا المؤتمر، وانتخب الشقيرة رئيسا للمؤتمر. قلنا أقر الميثاق الوطني، الميثاق القومي عفوا، الميثاق القومي أكد على عروبة فلسطين، حق أبناء الشعب الفلسطيني في أرضهم، ورفض المشروع الصهيوني، ورفض الاعتراف بالدولة اليهودية الصهيونية، وأكد تصميم الشعب الفلسطيني على المضي قدما في طريق الجهاد المقدس حتى يتحقق له النصر النهائي، واعتبر أن تحرير فلسطين وتحقيق الوحدة العربية هدفان متكاملان يؤدي أحدهما إلى الآخر. يعني بدوش يستنى يتوحد العرب عشان يتحرر الشعب الفلسطيني، وإنما هدفين نشتغل عليهم مع بعض، نشتغل لفلسطين وبنشتغل الوحدة العربية أيضا في نفس الوقت. وقد اتسم هذا الميثاق بروح قومية عكست الواقع السياسي والأيديولوجي العربي والفلسطيني في ذلك الوقت. المزاج العام في الوطن العربي في ذلك الوقت كان مزاجا قوميا، الوطن العربي بالذات الشعوب كان مفتونا بجمال عبد الناصر والكاريزما التي تمتع بها في ذلك الوقت. طبعا ليش أحمد الشقيري عمل منظمة التحرير، أنشأها، ما استناش يعني ما استطلعش الآراء ورجع يقول أنا عملت 1 2 3 4، لأنه خشية من إيش؟ خشية إلى أدراج الجامعة العربية ومداولات، أيوة، خشية أن تعود القضية إلى أدراج جامعة الدول العربية. وشوف اللي بتولاش أمره بإيده بينتسي، اللي بتولاش أمره بإيده بينتسي، لابد أنه يتحرك يعني أصحاب الشأن. طبعا عندما نشأت المنظمة يعني موضوع التمثيل، من يمثل الشعب الفلسطيني رجع للبروز من جديد، وبالذات الأردن كان يعني يريد أن يمثل الشعب الفلسطيني، لكن الشقيري يعني طمأن كما قلنا قبل قليل الملك حسين أنه لا أطمع لمنظمة التحرير في أي شيء الأردن تعتبره من مصالحها أو من مناطق نفوذها، ما تتطلع إليه منظمة التحرير وتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي، وبعد ذلك أبناء الشعب الفلسطيني. وتم إنشاء يعني جيش التحرير، وفي الضفة الأردن اعترضت على تشكيل جيش في الأردن، لأنه الجيش الأردن جيش يعني تحرير في الأردن، الجيش عفوا في الضفة، اعترضت على تشكيل جيش التحرير في الضفة لأنه الجيش الأردني موجود هناك. في نفس الوقت عندما تأسست منظمة التحرير، المنظمات الفدائية الفلسطينية الناشئة، منها حركة فتح ومنها حركة القوميين العرب والكثير من
كل التشكيلات يعني الصغيرة الموجودة أو الكبيرة أيضا نظرت نظرة شك وريبة لمنظمة التحرير، واعتبروا أن منظمة التحرير هي أداة من أدوات الأنظمة العربية في التحكم والسيطرة على الشعب الفلسطيني. لكن الحقيقة أن المسألة لم تكن كذلك، ربما كانت الأنظمة العربية تفكر في السيطرة والهيمنة، لكن شخصية مثل أحمد الشقيري، شخصية مثل أحمد الشقيري وعصية على الهيمنة، أنه قدراته، علاقاته، خبراته. واللي بأكد لنا هذا الكلام، بعد هزيمة 67، أرادت الدول العربية أن تعقد مؤتمر قمة في الخرطوم ولم تدعو الشقيري، لهذا سافر الشقيري إلى هناك، والشقيري هو صاحب الشعارات الثلاثة اللي تبنتهم القمة في الخرطوم، تقول لا للصلح، لا للتفاوض، لا للاعتراف. الشقيري هو الذي صاغ هذه وبعد الهزيمة 67 لم تعد الدول العربية تحتمل الشقيري. طبعا حملوه جزء من الهزيمة، مع أنه الدول العربية هي المسؤولة عن الهزيمة بشكل رئيسي وبشكل أساسي، حملوا جزء من الهزيمة، وكان ضروري أن يرحل أحمد الشقيري، واستقال الرجل. لكنه بعد أن تأكد أنه 67 هزيمة 67 لن تؤدي إلى الاعتراف بدولة إسرائيل، ورسخ الشعارات الثلاثة، لا للصلح، لا للتفاوض، لا للاعتراف. الآن بعد، لكن طبعا الفصائل الفلسطينية كانت تنظر نظرة شك لأحمد لكل المنظمة بشكل عام، واعتبرتها أداة من أدوات الهيمنة، لذلك لم تندمج. حركة فتح وضعت بعض الأفراد في المجلس الوطني اللي كان مكون من 450 شخصية وطنية فلسطينية لكي تبقى في الصورة، لكن لم تشأ أن تدخل إلى منظمة التحرير. المنظمة ثبتت نفسها بشكل جيد. بعد 67 قلنا أنه حصل استقال أحمد الشقيري، وبدأت الأنظمة العربية تدرك، أنه لابد من فتح المجال أمام مين؟ أمام العمل الفدائي، أمام الشعب الفلسطيني، لكي يعبر عن هذه المنظمات الفدائية بدنا ندخلها منظمة التحرير الفلسطينية. طبعا احنا قلنا ربما في موضوع أحمد الشقيري ربما كانت الأنظمة العربية تهدف إلى جعل المنظمة أداة في يدها. أحمد الشقيري كان أكبر من ذلك بخبرته وبمعرفته. نفس الشيء فتحت وقتش فتحت بالذات بعد معركة الكرامة في 21/3/1968. هذه معركة الكرامة عبارة عن هجوم إسرائيلي على قرية الكرامة بالأردن. الجيش الأردني والفصائل الفلسطينية اللي كانت موجودة تصدوا لهذا العدوان، لكن أكبر من استفاد من هذه المعركة كان حركة فتح. تصدت حركة فتح لموضوع الإعلام في ذلك الوقت، وتبنت كل العمل الفدائي اللي كان موجود في تلك في قرية الكرامة أو في معركة الكرامة، وهذا رفع معنويات الشعوب العربية كلها. إن إسرائيل اللي هزمت 7 جيوش عربية في عدد من الساعات وعدد من الأيام، يستطيع فدائيين وفرقة من الجيش الأردني وفي قرية صغيرة أن يصدوا، إذن هنالك أمل، هنالك إمكانية لصد. وارتفعت أسهم الفداء الفلسطيني، والآن الدول العربية فتحت المجال أمام المنظمات الفدائية لدخول منظمة التحرير الفلسطينية. الآن عندما دخل طبعا، وهان بضل النقاش بيرجع من جديد، إيش الهدف؟ بدها تدجنهم، بدها تسيس الفدائيين الدول العربية، ولا الفدائيين بدهم يثوروا منظمة التحرير؟ إيش اللي حصل؟ بغض النظر عن النوايا،
ما الذي طبعا نتحدث ودخلوا في 68 في 69 تم إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني كان عدده 450. حركة فتح أصرت على أن يتم تقليص هذا العدد إلى 100 وعادت ترتيب. طبعا شوف القوى السياسية كلها، القوى السياسية عندما تدخل مفاوضات لبناء جسم جديد كل واحد فيه له مصالحه، مش شرط مصالح حزبية فئوية، أحيانا مصالح تخدم الرؤية والمشروع الوطني الذي يتبنى هذا الفصيل أو ذاك. أصرت حركة حتى يكون لها أغلبية، أصرت أن يكونوا 100، أصرت أن يكونوا 100. لكن اليوم مثلا بالمفاوضات وكذا قديش وصل عدد أعضاء المجلس الوطني؟ قديش وصل عدده؟ الله أعلم. قديش؟ يعني وصل 800 700، ما حدش عارف قديش صار العدد. وطبعا الزيادة كلها كانت بتصير، سنتحدث الآن عن المؤسسات يعني بعد قليل. استقال أحمد الشقيري في 24/12/1967 ودخلت المنظمات الفدائية. يحيى حمودة كان رئيس للجنة التنفيذية بالوكالة، لكن في 69 طبعا وتم إعادة صياغة الميثاق القومي، تغيير بعض البنود فيه وأصبح اسمه الميثاق الوطني الفلسطيني، والمجلس الوطني فقط من 100 عضو. في المجلس الوطني الرابع في 7 من 7 إلى 17 يوليو أقرت هذه التغييرات وتحقق للمنظمات الفدائية السيطرة على منظمة التحرير. وفي 1 من 1 إلى 4 فبراير 69 تم انتخاب ياسر عرفات اللي هو زعيم حركة فتح رئيسا للجنة التنفيذية، وبقي رئيسا للجنة التنفيذية حتى توفي رحمه الله. في 74 حصلت منظمة التحرير على صفة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من مؤتمر القمة العربي في الرباط، وبعد شهر حصلت على عضو مراقب في الأمم المتحدة. طيب اشمعنا في 74 حصلت على ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني؟ لأنه في 74 طرحت منظمة التحرير برنامج اسمه برنامج الحل المرحلي، وله اسم ثاني اسمه برنامج النقاط العشر. النقاط العشر كلها ممتازة ورائعة وقوية جدا، بس فيهم نقطتين طبعا مصاغين بطريقة جيدة. النقطتين هدول بيحملوا تحول في مواقف وأفكار منظمة التحرير. هلقيت في الميثاق الوطني الفلسطيني الهدف تحرير كامل التراب الفلسطيني، يعني تحرير الأرض المحتلة عام 48 بالأساس، لأنه صياغة الميثاق القومي قبل 67، الميثاق الوطني بعد 67، لكنه ركز على تحرير الهدف. تحرير الوسيلة، الكفاح المسلح هو الوسيلة الوحيدة لتحرير فلسطين. وكتبوه من النقطتين هذول يمكن يكونوا يعني مثلا مش واضحين. في الميثاق الوطني الفلسطيني عندنا الهدف هو تحرير كامل التراب، الوسيلة هي الكفاح المسلح، هي الطريق الوحيد، يعني معوش طرق أخرى، هو الطريق الوحيد. الهدف تحرير كامل التراب، كل فلسطين من المية للمية، والوسيلة هي في البرنامج المرحلي. إيش أضاف البرنامج المرحلي؟ وبلغة يعني فيها بلاغة وفيها قدرة صياغية، في البرنامج المرحلي الهدف إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية على أي شبر يتم تحريره. إقامة السلطة الوطنية، الهدف إقامة السلطة الوطنية على أي شبر يتم تحريره. القبول بالحلول المرحلية يعني
قبول بالحلول المرحلية، يعني مش إصرار على تحرير كامل التراب. هذا واحد. اثنين، التغيير الثاني اتباع كافة الوسائل من أجل تحرير فلسطين، يعني ما عادش في وسيلة وحيدة اسمها الكفاح المسلح، وإنما دخل جنبها وسائل أخرى. طب اللي بيكون وسيلته الكفاح المسلح وبيجي يقول كافة الوسائل، إيش معنى ذلك؟ إنه بده يدخل المفاوضات، بده يدخل. فهذا كان تغيير جوهري في فكر وفي، لذلك تم قبول منظمة التحرير في. لكن في هذه المرحلة أيضا في نفس العام تقريبا تم تحقيق إنجاز، تم تحقيق إنجاز كبير في الأمم المتحدة، وهو اعتبار الحركة الصهيونية حركة عنصرية، اعتبار الحركة الصهيونية حركة عنصرية. لكن بعد اتفاقية أوسلو الأمم المتحدة ألغت هذا الأمر، ويعني ما حصلش اعتراض، ما حصلش اعتراض على هذا القرار. وهذا التحول الثاني كبير كان حصل في 88 لما تم إعلان الاستقلال، تم إعلان الاستقلال في 15/11/1988، اعترفت 120 دولة بالعالم بدولة فلسطين، وحولوا الممثليات منظمة التحرير إلى سفارات، حولوا ممثليات منظمة التحرير إلى سفارات في 120 دولة من دول العالم. لكن تعرفين لحد اللحظة هذه، لحد اللحظة هذه الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر منظمة التحرير منظمة إرهابية لحد هالجيت، ومكتب منظمة التحرير في الولايات المتحدة بيتم التجديد له فوق 6 شهور، يعني فيش سفارة رغم أنه كل اللي تم تقديمه والوساطة الأمريكية، لأنه لازالوا بيعتبروا منظمة التحرير هي منظمة إرهابية. لا، عموما مسألة تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني هي مسألة مهمة. الفلسطينيين تعاملوا مع هذا الأمر بشكل كامل وبشكل مطلق، ولكن بقي هنالك بعض القضايا يعني ذات العلاقة بالموضوع. أول حاجة إنه منظمة التحرير لم تتمكن من تشكيل مجلس وطني منتخب. كان دائما المجلس الوطني بيتم تشكيله بالتوافق بين الفصائل، وطبعا كلمة التوافق هذه يعني ما يقبله رئيس منظمة التحرير، لأنه الذي لا يقبله رئيس منظمة التحرير بصير مختلف عليه، مش متوافق عليه. وبالتالي اثنين، عدد من الفصائل دخلت وخرجت منظمة التحرير، مثل الجبهة الشعبية اللي شكلت عام 74 جبهة الرفض احتجاجا على اللي هو مشروع البرنامج المرحلي، احتجاجا على مشروع البرنامج المرحلي، لكنها عادت إلى، وبعد أوسلو خرجت من اللجنة التنفيذية، إلا أنها عادت بعد ذلك. وجود عدد من المنظمات الفدائية يعني تابعة، تعتبر يعني تابعة لأنظمة عربية، هذا أيضا كان من المشاكل اللي أو من القضايا اللي بتعمل مشاكل في موضوع التمثيل. ظهور قوى يعني كفاحية زي حركة حماس والجهاد الإسلامي لم تدرج، لم تدخل يعني لأسباب عديدة في منظمة التحرير. كمان خسارة المنظمة لقواعدها في الأردن في 70-71، ثم خسارتها لقواعدها في لبنان في 82، تراجع قدرتها على التفاعل اليومي والاستراتيجي أيضا مع قضايا الشعب الفلسطيني في الخارج، على وطبعا أهلنا في 48 دخول المنظمة التحرير في مسار التسوية السياسية أوجد انقسام كبير في أوساط الشعب الفلسطيني بعد أن تم التنازل رسميا عن 78% من أرض فلسطين. على فكرة هذا موضوع التنازل عن 78% من أرض فلسطين يعني
خطورته وين؟ خطورته انه اعتراف بحق اسرائيل في الوجود. يعني لو انه اعتراف بامر واقع، اعتراف باسرائيل بامر واقع، انا ضد الاعتراف باسرائيل كامر واقع ايضا، لكن لو انه اعتراف انه هي موجودة بس حقها في الوجود، هذا بيلغي حق الشعب الفلسطيني، بيلغي حق اللاجئ الفلسطيني. يعني لما بتعترف بحق اسرائيل في الوجود، طيب ما هو في وجود، في حق في الوجود للاجئ الفلسطيني الذي غادر هذه الارض، بتم الغاءه. وهذه كانت مشكله كثير كبيره. كمان تشكيل السلطه الفلسطينيه في مناطق الضفه الغربيه وقطاع غزه، نقل مركز الثقل من المنظمه لايش؟ للسلطه. يعني المفروض ان المنظمه هي مرجعيه السلطه، هي الجهه العليا، لكن الان قيادات المنظمه بياخذوا رواتبهم من ميزانيه السلطه، بياخذوا ميزانيتهم رواتبهم من ميزانيه السلطه. وعمليا يعني بنسمع عن مؤسسات المنظمه في المناسبات، عمليا بنسمع عن مؤسسات المنظمه في المناسبات. ايضا قياده رئيس المنظمه لها وتركز السلطات في يديه وعدم تشجيع استقرار ونمو مؤسسات ممتافة، هذا يعني أفرغ المؤسسات كثير من محتواها. المؤسسات الرئيسية للمنظمة ثلاثة، عندنا المجلس الوطني، وعندنا المجلس المركزي، وعندنا اللجنة التنفيذية. المجلس الوطني الفلسطيني هو أعلى سلطة، وهو يمثل المجلس النيابي، البرلمان يعني، بيضع السياسات العامة والخطط، ويراقب أداء القيادة ويحاسبها، ويكون مندوبي الفصائل الفدائية وممثلي الاتحادات والنقابات والمستقلين. يفترض حسب اللوائح أن يعقد مرة كل سنة، لكنه طبعا هذا لم يحصل، وصار بين الفترة والتانية لما بيعقد يعني المجلس الوطني. كان عدد أعضاؤه 100 سنة 68، لكن صار في 96 لما انعقد في غزة 604. وهلقيت أنا مش عارف قديش، كثير من قراراته كانت تؤخذ بالتصفيق. هذا المؤتمر اللي عقد في غزة عام 96، لما هذا المؤتمر اللي شطب البنود اللي بتحكي عن تحرير فلسطين، بتحكي عن حق الشعب الفلسطيني في كامل أرض فلسطين، شطب في 96 في غزة هذا المؤتمر بالتصفيق، يعني تم اتخاذ القرار فيه. فقد المجلس مع الزمن قدرته على الرقابة والمحاسبة والمتابعة، وتحولت اجتماعاته إلى مظاهر احتفالية بشكل كبير. من المحطات الرئيسية للمجلس الوطني أنه في الدورة 12 سنة 74 أقر البرنامج النقاط العشر اللي حكينا لكم عليه قبل شوية، اللي هو البرنامج المرحلي اللي أقر أن يكون الكفاح المسلح وسيلة رئيسية وليس الوسيلة الوحيدة. المجلس 19 اللي انعقد بالجزائر واللي تم فيه إعلان دولة فلسطين، وهذا إعلان دولة فلسطين مشكلته وين؟ إنه استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة 242 و338، هذا قرار 338 ملناش علاقة فيه، إحنا كفلسطينيين ملناش علاقة فيه، صدر بعد حرب 73. سجلوا الملاحظة هذه، قرار 338 ملناش علاقة فيه، صدر بعد حرب 73، ودعا الدول إلى وقف إطلاق النار وتطبيق قرار 242. إحنا نعم وقف إطلاق النار ودعا الدول وتطبيق قرار 242. طيب قرار 242 إيش هذا؟ طيب انتبهوا معي، سجلوا برضو عندكم. قرار 242 ينص على أهم، هو على فكرة عبارة عن نص صفحة تقريبا بس، قررت نرمين أهم جوهره، ينص على انسحاب إسرائيل من أراضٍ احتلت عام 1967.
لا مش زي ما حكيت. انت قلتي جميع الاراضي اللي احتلت. لما يقول من اراض يعني لو انسحبت من جزء بينتهي الامر. وبعدين في عدم جواز احتلال اراضي الغير بالقوه، هذا مبدا عام. في المبدا الاخطر، البند الاخطر، البند الاخطر ينص على حق جميع دول المنطقه العيش بسلام ضمن حدود امنه. حق جميع دول المنطقة العيش بسلام ضمن حدود آمنة. إيش معنى هذا؟ إحنا حسب الأمم المتحدة كنا دولة في ذلك الوقت، هل جيت دولة مراقب، لكن في ذلك الوقت كنا دولة. نقول حق جميع مين الدولة اللي عندها مشكلة؟ إسرائيل. إذن هو يدعو مشكلة قراراتنا 4-2 أنه يدعو للاعتراف بحق إسرائيل في الوجود. هذا جوهر قرار 242 فيما يخص الانسحاب، وانسحاب من أراض وليس انسحاب من الأراضي. المحطة الثالثة من محطات، إذن أيضا قرار 242 لا علاقة لنا به، إحنا لا علاقة، لا يعطينا حقوق، وإنما يعطي إسرائيل الحق. عشان هيك عندما صدر كل الفصائل الفلسطينية اعتبرته قرار تصفوي للقضية الفلسطينية. بس اليوم نسمع عنه كثير صح؟ في ناس بيدعو لتطبيقه للأسف الشديد. المجلس الوطني 21 اللي انعقد في غزة في 96 وقرر حذف جميع البنود. المجلس المركزي قالوا انه في المنظمة قالوا انه دقيقتين بس، قالوا انه المجلس الوطني ما فيش إمكانية يعقد كثير، ما فيش إمكانية يعقد كثير، فبدنا نعمل هيئة وسيطة من 32 شخص فقط. الآن قديش صار عدده؟ 32 شخص. اليوم صار عدده 108 تقريبا، هذا سنة 1990. ويمكن اليوم يكون أيضا زاد. مؤسسات منظمة التحرير مع الوقت ترهلت ولم تعد تعمل. اللجنة التنفيذية هي الحكومة بمثابة الحكومة، وفيها دوائر تعليم وصحة وشؤون الوطن المحتل والدائرة العسكرية والدائرة السياسية والدائرة الإعلامية وما إلى ذلك بمثابة حكومة. الحكومة اليوم تقريبا هذه الدوائر لا تعمل، هذه الدوائر تقريبا لا تعمل. والسلطة ابتلعت منظمة التحرير. المرة الجاية بنحكي عن الفصائل، حركة فتح وحركة حماس، ويعني نحكي عن خمس فصائل: فتح وحماس والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والجهاد الإسلامي. إن شاء الله يعطيكم العافية.